السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة أفكار بسيطة ومربحة. المشروع ديال اليوم بسيط بزاف، وكنوجه هذا المشروع بالخصوص للنساء اللي عندهم مستوى دراسي متوسط وعالي، وخصوصا اللي هم كيكونوا جالسين في الديور ديالهم، بحكم أن أغلب الرجال اللي ما كيخلوش النساء ديالهم يخرجوا يخدموا في شركة. ولكن بفضل هذه التكنولوجيا اللي وفرت لنا أننا نخدموا انطلاقا من المنازل ديالنا، من أجهزة الكمبيوتر ديالنا يكتيك توفر عليه، أو لا من التليفون ديالك، يعني غتخدم غير انطلاقا من التليفون ديالك، وغادي تحصل على مبالغ ماليه من الوظائف الحره. وكل هذه الطرق اللي غادي نشرح لكم في هذا الفيديو. وقبل ما نبداو، يعني ما تنساوش ديروا اللايك واشتراك في قناه افكار بسيطه ومربحه، ودعمونا باللايكات وزر الجرس باش يوصلكم كل جديد قناه افكار بسيطه ومربحه. نعم اخواني، المشروع ديالنا اللي غادي نبارطاجي معكم هو مشروع ديال طاباج او لاسيزي، او كي تنقولوا باللغه العربيه الكتابه في الوورد. يعني اي شنو هو؟ يعني اي تحويل كتابه مكتوبه باليد الى كتابه مكتوبه بالكمبيوتر. يعني ما كاين ما اسهل من هذه الطريقه هذه، ومن هذا المشروع اللي غادي يعني تحصل عليه الاف، لا 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 يعني لا لا يعني تحصل عليه بواحد الفلوس يعني كثيره بزاف. ونوريكم الطريقه، ونوريكم كيفاش فين غتلقاو هاد لي بروجي، وكيفاش غادي تشدوهم، والطريقه كيفاش غديرهم، وحتى نوريكم شحال كيتقاموا. يعني كل كتاب غادي يتقام لكم او لا غادي يشدوا فيه الا طبيتوه او الا كملتوه. يعني اغلب ديالكم كتعرفوا ان هناك طلبه وتلاميذ واساتذه والناس اللي هما الباحثون ولا كيكتبوا دوك البحوث الجامعيه، او الاشخاص اللي كيكتبوا مثلا الكتب وقصص وهذا، يعني كيكتبوها فاش كيكتبوها في اوراق عاديه، من بعد يعني كيبغيو انهم يحولوها من الكتابه العاديه الى الكتابه في الوورد بالزواق ديالها بالمسائل ديالها كاملين، ومن بعد كياخذوها ملي تيكملوها كياخذوها في اليو اس بي ديالهم كيدوها للمطبعه باش يطبعوها على شكل كتاب. وهذه المراحل يعني كطلب من الشخص اللي هو كاتب، يعني هذه القضيه هذه ما كيديرهاش هو، يعني كيعطي البروجي للناس اللي هما كيطابيو هذا الشيء في البيسي، وكيتفق معاهم على الثمن ملي كيكمل البروجي او كيكمل هذا الكتاب هذا، كيرسلوا ليه فيه عن طريق ايميل، ولا كيرسلوا ليه عن طريق الواتساب، ولا عن طريق شي حاجه اللي هي كيتوصلوا وكيخلصك في الكتاب اللي او لا في الثمن اللي دار معك. يعني الاغلبيه ديال هذا الكتب يعني كتلقاهم مثلا الكتاب فيه 500 يعني 500 صفحه او لا 600 صفحه او لا مثلا 40 صفحه او لا 200 صفحه على حسب شحال كاين في هذا الكتاب هذا. وضروري خاص مثلا يكون هذا الشخص هذا يعني مزروب بهذا الكتاب هذا، وكيبغي في واحد الوقت قصير. اذا الطريقه يعني سهله جدا، وحتى بديت كنقلب في هذا المشروع هذا ولا في هذه الطريقه هذه ديال لاسيزي، وهاد الناس اللي هما كيكتبوا في هذه الطريقه هذه. سولت بزاف ديال الناس، ولقيت ان السوق مثلا كتلقى الكتاب مثلا كل ورقه كتقام ب 4 دراهم، يعني ورقه كتلقى فيها جوج صفحات، يعني جوج دراهم الصفحه، يعني كتلقى ورقه واحده ب 4 دراهم. افترضوا مثلا شدينا مثلا واحد البروجي فيه 600 صفحه مثلا، ونديروا مثلا واحد العمليه حسابيه، شوفوا شحال غادي ناخذوا في هذا الكتاب. 600 صفحه مثلا غادي ناخذوها ونضربوها في جوج باش تعطينا عدد الورق، يعني تعطينا 1200 ورقه. اذا قلنا كل ورقه كدير 4 دراهم، اذا كنهزوا 1200 ورقه تنضربوها في 4 دراهم كتعطينا 4800 درهم للكتاب الواحد. اذا اخواني، الى شديت مثلا غير مشروع كتاب في كل شهر، ويعني مثلا الى بديت مثلا عادي في كل كتاب مثلا كتاخذ غير 4800 درهم، يعني يقدر انك تكمله في مده تقريبا 20 يوم مثلا، 20 مثلا 1200 ورقه غادي تقسمها مثلا على 20، تقريبا غادي دير 60 ورقه في اليوم. وفي المقابل غادي تاخذ غير، هذا غير مثال، غادي تاخذ 4800 درهم، هذه اقل شيء. يعني كاين الكتب اللي كيكونوا اكثر، وكاين الكتب اللي كيكونوا اقل، يعني شيء جميل. وحتى اذا مثلا شفتي راسك يعني ما سريعش في الطباعه او لا في الطباج، يعني غادي تخدم مع مثلا جوج الناس، جوج دراري او لا جوج البنات، يعني طريقه يعني زوينه. ويقدر مثلا انك تخدم غير من التليفون ديالك، وكاين هناك التطبيق ديال الوورد، يعني كاين التطبيق ديال الوورد في الاندرويد وكذلك في الاي او اس، حيت انك تكمل الاوراق. يعني اي شخص مثلا كمل الاوراق او لا كمل دوك الصفحات اللي عطيتيه في النهار، يعني كيصيفطهم لك مثلا في الايميل، ولا كيصيفطهم لك في الواتساب، يعني وانت كتعاود تقاد الميزون باج في الوورد. وبشويه بشويه مثلا كتشد مثلا المشاريع ديال بحال مثلا الخدمات مع المؤسسات التعليميه، وكذلك مثلا ولا بغيتي تكبر المشروع ديالك، انك تشوف بنات كيتقنوا او لا كيسرعوا في الكتابه في الوورد في الكمبيوتر، ودير معاهم مثلا واحد البورسونتاج، ومثلا كتشد ثلاثه الكتوبه اربعه الكتوبه مثلا في الشهر، وهما كيكملوا الخدمه ديالهم وكيرسلوها لك في
في الايميل مثلا ولا في الواتساب. يعني بهذه الطريقه هذه انت غادي تشد واحد العدد كتير ديال البروجيات او ديال الكتوبه، وفي نفس الوقت عندك ناس خدامين معاك وكتسرع في الكتابه ولا في الطباج، وكتشد بروجيات جداد ومشاريع جداد. يعني اخواني هذا المشروع صراحه رائع رائع جدا، وكنعرف ناس يعني كياخذوا 4 الكتوبه في الشهر وكيوصلوا عدد كبير من الارباح انطلاقا من هذه الطريقه ديال الطباج، مع انهم كيشاركوا مع الدراري الاخرين، وكل واحد كيعطيهم مثلا 4 الصفحات 6 الصفحات 3 الصفحات على حسب الدراري والقدرات ديالهم في الطباج وفي لاسيز. يعني هذا المشروع مثلا غتقولوا لي مثلا في غادي نلقى هذا البروجيت وانا يلا غادي نبدا في هذا البروجيت. يعني كاين بزاف ديال الطرق انك تلقى ناس كيبحثوا على بحال هذا الشكل هذا، اللي كيطلبوا انك طبي لهم كتبه وكطبي لهم مشاريع ديالهم. ولا بغيت انك تبحث على هذه المشاريع ولا هذه الكتب تلقاها مثلا في الفيسبوك، تقدر تقاد مثلا واحد البوست صغير في الفيسبوك وتحطه بالنمره ديالك وبالمسائل ديالك، ودير فيه مثلا انك شخص متمكن في الطباعه ولا في الطباج وفي لاسيزي، وانك تقدر تحول مثلا البحوث والكتب والقصص واي شيء يعني من كتابه باليد الى الوورد في اقل وقت وبثمن مناسب، ويمكن لك انك تشتغل يعني من تستغل هذاك ديال الماركت بليس في الفيسبوك، ولا كذلك تستغل الانستغرام، وغادي يجيوك الطلبيات في الواتساب عبر النمره ديالك اللي حطيتيها في ذاك البوست اللي هو انونس او اعلان انك شخص كطبي وكتكتب كتبه في وقت وجيز وبسرعه، وكتكملوا دغيا وبالمسائل ديالو بالثمن كذلك اللي كتنيغوسي مع الشخص اللي غادي تكتب ليه كتب. وغادي تقول لي مثلا انا ما عنديش مع الفيسبوك وما عنديش مع انني ندير هذا، عندي واحد الفكره زوينه، انكم غادي تشوفوا القدام ديال المدارس وديال الكليات كتلقى واحد الشخص اللي هو كيدير فوتوكوبيات، كيدير داك الفوتوكوبي ديال الورق، انه هذاك الشخص كيكون عنده بعض البحوث ديال الناس اللي كيكونوا في الجامعه، بحوث مكتوبه باليد، ودوك الاشخاص اللي كيديروا دوك البحوث كيحطوها عند هذا الشخص هذا، يعني وكيحطوها للدراري وكيكتبوها لهم. يعني عند هذاك الشخص كتمشي عنده تقول لي ربي لما عندك البحوث انا راه كنكتب كنحول الكتابه مثلا دوك البحوث انا كنحولهم للوورد، الى عندك بحال هاد البروجي هذا عطيني شي واحد ولا جوج انا غادي نساليهم لك في الوقت وجيز وغنجيبهم لك في الوقت الفلاني. هو كذلك يعني كتخلي لي النمره ديالك وكيتواصل معاك على وقت غادي تلقى عنده مثلا كتاب ولا جوج كتاخذهم، يعني كتبدا البروجي ديالك انطلاقا من ذاك الشخص. وهذه الخدمه هذه يعني ما كتطلبش بزاف ديال راس المال، يعني كتطلب جهاز كمبيوتر يكون بسيط ولا لابتوب يقدر تشري به 1000 درهم ولا 1500 درهم، او لا تخدم من التليفون ديالك وتكتب كتابه ديالك في التليفون، بعد ذلك كتحولها الى لجهاز الكمبيوتر وكدير لها لا ميزون باج. حتى مثلا الا ما عجبك مثلا تخدم معها بهذه الطريقه هذه، كاينه طريقه اخرى وكاينه فكره اخرى زوينه بزاف، وهي فكره انك كاينين بعض المواقع اللي كيخدموا بهذه الطرق ديال لاسيزي، انهم كيخدموا بالخدمات المصغره هي عربيه او لا اجنبيه. يعني الطريقه هذه ماشي انك تسيزي غير بالعربي، كاين حتى مواقع اللي هي كتحط بحال هذه المشاريع انك كتسيزي بالفرنسيه بالانجليزيه بالاسبانيه باي لغه من اللغات، وانك كدير هذا المشروع هذا انطلاقا من الدار، يعني كتكون جالس في دارك وكتشد مشروع ديال بحال هاد الكتب وكتسيزيهم وكتكتبهم وكتصيفطهم للشخص وكتخلص بكل سهوله. وبالنسبه للناس اللي هما كيكتبوا باللغه العربيه كاين بزاف ديال المواقع اللي ديال الفريلانسر اللي هما خدمات مصغره، بحال مثلا المواقع ديال الخمسات، موقع ديال المستقل، موقع ديال الكفيل، موقع ديال اي خدمه، وفي ذاتي ويوليد. وبالنسبه لواحد الطريقه اللي شفت العديد ديال الناس اللي هما كيخدموا بها في المغرب هنايا، وهما انهم كيستغلوا واحد التطبيق اللي هو سميتو افيتو. هذا التطبيق ديال افيتو يعني فيه بزاف ديال الخدمات، من بينهم هذه الخدمه ديال لاسيزي او لا ديال الطباج، واللي كيتواصل معاك في الهاتف ديالك واللي كيديروا معاك الثمن، وهو ان الخدمه كتقدر تبدا عندك غير ب 3 درهم بدل من 4 درهم، يعني تقدر تسيزي نتايا هذيك الورقه ب 3 درهم وفي الاول. من بعد حيت كتعلم مثلا الطباج وكتبدا تعلم انك تكمل البروجي الاول، الكتاب الاول، الكتاب الثاني، الكتاب الثالث، كتبدا تكبر في المهاره ديالك وكتسبي في الطباج، وكيكون عندك كليان بزاف، وكتبدا تخدم ب 4 درهم او حتى 5 درهم، انك كتصوب كتاب كامل مكمل في وقت وجيز بسرعه وبدون اخطاء. اذا اخواني اتينا الى نهايه هذه الحلقه ديال اليوم وهذا المشروع ديالنا، يعني كنتمنى تستافدوا منه وتجربوه بالنسبه للناس اللي هما جالسين في الدار اللي هما عيالات وبنات اللي عندهم مستوى دراسي متوسط ولا عالي، مثلا بحال الناس اللي هما جالسين في الدار، عيالات اللي هما جالسين في الدار ما قادرينش يخرجوا يخدموا على برا. يعني بحال هاد لي بروجي هادو انكم تشدوا دي بروجي بحال هكا كتبوها تكتبوهم تطبيهم، وهذه هي المناسبه الان اللي هي في باقي حنا في
السنه الدراسيه، تاخذوها بحال هاد لي بروجو هادو، تاخذوا كتاب جوج ثلاثه على حسب المقدوريه ديالكم، وبارطاجوها مع الناس اللي هما مثلا الاخوان ديالكم في الدار، ولا مثلا صحابكم، تاخذوا مثلا كتاب ب 5000 درهم ولا 6000 درهم وتقسموا الارباح ديالو، وهانت دبرتي على مصروف غير جالس في الدار وكتصفح في الانترنت بدون مجهود. بل بهذه الطريقه هذه غادي يكون عندك واحد المدخول اللي هو مدخول جيد جدا، وتعاون به الدار وتعاون به المصروف ديال الدار. يعني هذا هما هذه هي الفكره ديال اليوم والمشروع ديال اليوم. كنتمنى ينال اعجابكم، وما تبخلوش علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوا في قناه افكار بسيطه ومربحه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.